السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم متابعينا. قبل أن أبدأ من فضلك اشترك في القناة بالضغط على زر الاشتراك أسفل الفيديو، ومن فضلك قم بتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديد وحصري من قناتنا. النهاردة نكلم حضراتكم عن استخدامات الخمائر في الدواجن. تستخدم الخميرة بصورة تقليدية في علائق الدواجن والحيوانات كمحفز للنمو، حيث أنه في الظروف الطبيعية لا يحدث تضاعف للخميرة داخل القناة الهضمية للكائن الحي، حيث أنها تختفي مباشرة من القناة الهضمية عقب إزالتها من العلائق. ومن أهم التأثيرات الرئيسية للخميرة تنبيه تكوين السكريات المتعددة الثنائية ذات تأثير مضاد للمسببات المرضية، ينبه المناعة الغير متخصصة ذات تأثير مثبط ومعاكس وسام ضد الكائنات الدقيقة الممرضة. وأوضحت العديد من الدراسات الغذائية أن إضافة الخميرة إلى علائق الدواجن بمعدل من 2 إلى 3 جرام لكل كيلو جرام علف يؤدي إلى 1 تحسين معدلات النمو وكفاءة التحويل الغذائي. رقم 2 يحسن من تمثيل العناصر الغذائية. رقم 3 يقل من معدلات النفوق الناتجة من النون سبيسيفيك اتيولوجي في قطعان التسمين. رقم 4 يزيد من كفاءة المضادات الحيوية. تحتوي خلايا الخميرة ومستخلصاتها على بعض المواد المضادة للتأكسد زي الجلوكوز، وتقوم هذه المواد بنزع الفري راديكال من الدورة الدموية في الجسم. كما أن إضافة الخميرة إلى علاقة الدواجن يقلل من حدوث تزنخ للدهون الموجودة. يمكن إضافة الخميرة لعلاقة الدواجن للتقليل من الإجهاد الحراري للأسباب الآتية. تحتوي الأمعاء الدقيقة على خلايا جوبلت والتي تقوم بتخليق الطبقة المخاطية وتدعم امتصاص العناصر الغذائية من خلال جدار الأمعاء. وعند حدوث الإجهاد الحراري يحدث انخفاض في عدد خلايا جوبلت. وقد أوضحت الدراسات أن إضافة الخميرة إلى علاقة الدواجن المجهدة حراريا تؤدي إلى زيادة عدد خلايا جوبلت، وبالتالي تحسن من الأداء تحت ظروف الإجهاد الحراري. كما أشارت الدراسات إلى زيادة معدل الاستفادة من الخميرة عند إضافة الزنك أثناء وجود الخميرة في القناة الهضمية ونتيجة إفرازات القناة الهضمية زي الأنزيمات والأحماض. يحدث تحلل محتويات الخميرة الغنية بالفيتامينات الزائبة في الماء والأملاح المعدنية والأحماض الأمينية الأرومانية كمكسب جيد للطعم، بالإضافة إلى تنشيط وظائف الكبد وتحسين الهضم. بعض العناصر المعدنية الأساسية ربما تكون في صورة غير متاحة للطيور إذا وجدت في صورة غير عضوية، ولكن عند إضافتها في صورة عضوية عن طريق ارتباطها مع جزيئات عضوية ربما يتيح ذلك حل هذه المشكلة. من الممكن زيادة الاستفادة من عنصر السيلينيوم والكروميوم، وده عن طريق إدخاله إلى الخميرة أثناء عملية النمو، حيث يعتبر عنصر السيلينيوم من العناصر الهامة للمناعة والخصوبة ويستخدم كمضاد للتأكسد. كما يقوم عنصر الكروميوم بدور هام في تقليل الدهن المرسب في الذبيحة، كما أنه يقلل من معدلات النفوق في دجاج التسمين. تعتبر جدر خلايا الخميرة من المصادر الغنية بالجلوكان المركب وكذلك المنان، وتلعب هذه المكونات دور هام في الحفاظ على العشائر الميكروبية في الأمعاء، كما تحسن من الاستجابة المناعية وجودة اللحوم. وتستخدم الخميرة كمضاد بريبيوتيك للتقليل من تضاعف الكائنات الممرضة وزيادة الكائنات المفيدة. من الممكن أن يؤدي إضافة الخميرة إلى زيادة مساحة الامتصاص في الأمعاء الدقيقة، وده من خلال زيادة طول الخملات وبالتالي تحسين الهضم والامتصاص. هناك العديد من الدراسات اللي بتشير إلى أن إضافة الخميرة يؤدي لتقليل عدد الكائنات الدقيقة الممرضة زي الستافيلوكوكس أورياس والإيكولاي والسلمونيلا، كما أنها تقوم بزيادة أعداد البكتيريا المفيدة زي اللاكتوباسيلس وبالتالي تقلل من السموم البكتيرية. يحسن المنان الموجود في الخميرة من الاستجابة المناعية عن طريق زيادة إفراز انترليوكين 6، وينبه إفراز مانوز سبيسيفيك بايندك بروتين من الكبد والذي يقوم بالارتباط مع كبسولات البكتيريا المهاجمة. من الممكن أن يحسن المنان المناعة عن طريق زيادة تركيز الجلوبيولين المناعي في البلازما أو عن طريق تحوير وتعديل المناعة الخلوية. يقوم الجلوكان الموجود في جدر الخلايا الداخلية بتنبيه مستقبلات الجلوكان المتخصصة الموجودة على كرات الدم البيضاء والموجودة على إكسترا فاسكولار الماكروفاج، مما يؤدي إلى زيادة دفاعات العائل عن طريق زيادة الماكروفاج أو عن طريق المنتجات الناتجة من الماكروفاج مثل السيكوتين. الخميرة الكاملة ذات تأثير مفيد للطيور المعرضة للسموم الفطرية الأفلاتوكسين.
عند إضافة الخميرة بمستوى 1% تقلل من التأثيرات العكسية للأفلاتوكسين على معدل النمو ووزن الكبد وتركيز الألبيومين والبروتينات الكلية في السيروم. من التأثيرات الأخرى المفيدة زيادة مستوى الأجسام المناعية ضد مرض النيوكاسل، وتكون هذه التأثيرات أكثر وضوحا في البطن. عند إضافة الخميرة بمقدار من 900 جرام إلى 1 كيلو جرام لكل طن علف، يتحسن إنتاج البيض والخصوبة ووزن الأعضاء التناسلية بالنسبة للمبيض والخصيتين، وكذلك نسبة الفقس، وده عن طريق تقليل معدل النفوق الجنيني في القطعان المغذاة على علائق ملوثة بالأفلاتوكسين. ده كان موضوع النهاردة، اتكلمنا مع حضراتكم عن استخدامات الخمائر في الدواجن. نتمنى ان يكون الفيديو عجب حضراتكم. في النهاية بشكركم لحسن المتابعة، لو عجبك الفيديو دوس لايك وما تنساش تشترك في القناة وفعل الجرس حتى يصلك كل جديد وحصري من قناتنا. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.